تنقلت كاميرا قناة الأنيس إلى منطقة من مناطق الظل وهي قرية بني مسيل بعين بسام، رغم صعوبة التنقل عبر الطريق وهشاشته. بين هذه المناظر الطبيعية الخلابة التي تختزل في طياتها معاناة قرية كابدت طيلة فترة المستعمر الغاشم والعشرية السوداء، إلا أن أهلها ما زالوا يشتكون لحد الساعة العزلة والتهميش وانعدام التنمية والمرافق الضرورية. مرحبا بقناة أنيس في منطقة بني مسيل، المنطقة المعزولة، المنطقة المنكوبة، منطقة الشهداء. نعاني من عدة مشاكل، عدة نقائص، منها الماء صالح الشرب، منها لاسينيسمو أكرمكم الله، منها الطريق كما راكم تشوفوا فيه طريق هش، طريق مهتري رغم أنه طريق وطني رقم 25 رود ناسيونال نمبر 25. الدعم الريفي ولا واحد استفاد من الدعم الريفي إلا واحد دشرة بأكملها. ثالث حاجة ليكليراج راكم تشوفوا في منطقة الظل، هذه ماشي منطقة الظل، شوفوها بعينيكم، مانيش نزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، كما راكم تشوفوا راكم جيتوا لينا مرحبا بكم. حنا لهنا البلاصة هذه مهجورة، ما عندنا حتى حقوق فيها، هذه ماشي تبع بلدية عين بسام، انا فلي من تبعها، لا كليراج لا ضوء لا سينسمو لنا حاجاكم تاع الزيغو، ما كان حتى حاجه. حنا رانا لنا عايشين كما نقولوا قدره الهيه، ربي تما هو اللي راه متولينا. الدراري لهنا يعانوا سوتو يامات البرد ويامات حنايا الماء. شوفوا راك تشوفوا فتحه 3 كيلومتر بعيد علينا لهنايا، خدموا لهم كامل كي لحقوا لهنا الفتحه، قال لك انتم مازال ما جاتناش منطقه مهجوره. هاك تشوفوا فيهم ها الدراري لهنا، يا السكان الناس ساكنه لهنايا لحد الان مازال ما حبش تخلي على بلادها، بلاد جدودها لهنايا من 1800 و1700 وين كانت فرنسا هنايا، الارهاب هنا، الناس راهي ميته هنا، مدفونه هنايا، بصح ما كاش مع من تهضر. المراه لهنا هايلك جداتي لهنايا مريضه بالدياليز، ما كاش لا حتى حمايه جات تديها ولا هذاك، وما يديهاش وليدها تموت هنا في الدار. نترك للمشاهد رؤية هذا البيت الهش بين الوهاد والذرى، يحكي ماضيا استعماريا وحاضرا مزريا، فكيف يصلح لأن يعيش فيه إنسان لحد الساعة؟